رجع احسن بكثير واحلى بكثير واكوس بكثير. صار رجع سونا وصار سونا ما في مثله بكل سوريا. والله الحمد لله شوي شوي عم بيفتحوا الناس وان شاء الله بترجع احسن قبل. طبعا يعني سرور كثير كبير وفرحه عظيمه يعني ان شاء الله وتعالى، وهيك بنتمنى ان شاء الله للزياده وترجع الاسواق كلها حوالينا. اول شيء رجعت الاسواق مثل ما منا نحن واحسن، يعني شيء رجعنا اساس، يعني اساس المركز المدينه هي الساطيه يعني والمدينه. الحمد لله رجعت احسن من برا يعني، ومحلاتنا هاي الحمد لله بنأسس اول جديد بنقول يا الله. سقطية بيعرف بمهن متعددة، يمكن مهنة اللحمة هي الأساسية بسوق السقطية. صدقتي والله هي هذا المهنة قديمة من قديم الزمان. هذا محلنا عمره 117 سنة، من جدي لوالدي لنحن هون رجعنا على تراثنا وعلى شغلنا هون باللحمة. قديمين احنا هون بسوق. الحمد لله أحسن من أول، الحمد لله رب العالمين. بنتمنى من الله تكون لسه أفضل من هيك إن شاء الله. قد إيه كنتم مشتاقين لترجعوا لهون مرة ثانية لسوق السقطية؟ كثير كثير كثير. لاني وين كنا وين صرنا، فرقت من ارض للسماء. الحمد لله رب العالمين.